يضم المجمع الإلكتروني في مملكة البحرين أعمال التجارة الإلكترونية المسجلة في المملكة، وهي إحدى المبادرات الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية التي أدتها وزارة الصناعة والتجارة لدعم التجارة الإلكترونية، حيث يعتبر أول مجمع تجاري إلكتروني في البحرين. نعم، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع قطاع التجارة على التحول الرقمي والاستعداد التام للاقتصاد الرقمي ومتطلباته، وتتيح هذه المنصة أيضا المجال لجميع أعمال التجارة الإلكترونية المسجلة في مملكة البحرين بالاشتراك ضمن الفئة المناسبة التي يختارها صاحب العمل.